سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفة ديال الكرعين اللي كتجي سهلة بزاف وبسيطة وما فيهاش بزاف ديال المكونات. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي تقريبا 10 ديال الفصوص ديال الثومة، عندي واحد كمية ديال الزبيب كيبقى اختياري، عندي القزبر والمعدنوس وجوج مطيشات اللي قشرتهم وحيدت لهم الزريعة ديالهم وجوج فلفلات حارين وجوج بصلات متوسطين. عندي كذلك واحد الكمية ديال الحمص اللي غسلته ورطبته وخليته تينشف، وعندي واحد الكمية ديال الكرعين اللي غسلتهم تاهما كذلك وخليتهم ينشفوا. اما العطرية غادي نحتاج الملحة، الكمون، التحميرة، البزار والخرقوم البلدي، وكنحتاج كذلك نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت الرومية وزيت الزيتون. اول حاجة غادي نبدا بها هي انني غادي نشلط هذيك البصلة والثومة. وكنشلط كذلك مطيشة بنفس الطريقة. صافي، وغادي نضيف عليهم العطرية والزيت. سمحوا لي البنات حيت ما تصورتش ليا ديك اللقطة، راني ضفت العطرية والزيت وضفت كذلك الكرعين وضفت كذلك الربيع. صافي، وغادي نديرهم على نار مهيلة وغنحرك كل شيء حتى كيتشحروا ليا مزيان، عاد كنضيف عليهم الماء. صافي، من بعد ما تشحروا مزيان غادي نضيف عليهم جوج قرعات عامري مزيان ديال الماء. صافي، دابا غادي نضيف الحمص ونسد عليها ونخليها تطيب على خاطرها. بالنسبه للفلفله الحارة ما غاديش نديرها دابا حتى الاخير، هي والزبيب. صافي، من بعد ما دازت تقريبا ساعة ونص وهي كطيب، دابا غادي نضيف عليها الزبيب والفلفلة حارة وغنخليها تطيب على خاطرها بلا ما نحتاج انني نسد عليها، نخليها تطيب غير هكا. صافي، ونغطيها بالغطايه. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكرعين. كيفاش كيجي؟ راه كيجي ولدانين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش تخليوا لي كومونتير ديالكم. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على المتابعه.